اسهل. السلام عليكم عاطف. السلام عليكم. احيانا يا عاطف. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يحفظك يا فضيله الشيخ. وياكم. وياكم. انا بشتغل في مجال الموبايلات وبطلع بالتقسيط لمده 10 شهور او سنه. تمام تمام. الناس بتتعبني وبتفضل تسد في سنه وفي سنتين وثلاثه. ماشي. والفلوس بعد السنتين او الثلاثه ما بيكونش لهم قيمه. ف ده يعني لو زود. طيب ما انت هتزود اصلا تلقائيا. زود براحتك. ازود من البدايه لكن بعد السنه المتفق. لا زود من البدايه ما عليك مشكله. الله يسعدك يا شيخ. الله يكرمك. ممكن تقول لهم اذا سددتم ان شاء الله خفض لكم اياها.